منذ بداية عام 2023 لم تألو القيادة المصرية جهداً ولم تترك طريقاً إلا سلكته في سبيل دعم الشعب الفلسطيني ومحاولة العمل على استعادة حقوقه المسلوبة. في 17 من يناير استضافت القاهرة قمة ثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن، أكد خلالها قادة الدول الثلاث ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين. وفي خضم تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، استضافت القاهرة في 12 من فبراير مؤتمراً لدعم القدس بمقر جامعة الدول العربية، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى. على مدار أشهر متلاحقة شاركت مصر بعدة فعاليات وقمم في إطار مساعيها الدؤوبة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة ولإحياء جهود السلام بالمنطقة، بالتوازي مع خطوات استكمال الحوار الفلسطيني لإنهاء الانقسام ولم شمل الفصائل الفلسطينية تحت مظلة واحدة، وهو ما ظهر جليا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل بمدينة العلمين في 30 من يوليو. يوم 7 من أكتوبر وما تبعه من عدوان إسرائيلي غير مسبوق على الفلسطينيين في قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى، كان نقطة تحول مفصلية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومنذ اللحظة الأولى كانت مصر حاضرة وبقوة عبر اتصالاتها المكثفة لاحتواء التصعيد، فكانت هي الوجهة التي لجأت إليها الأطراف الإقليمية والدولية استجابة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام في 21 من أكتوبر. إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث. رسائل واضحة وحاسمة بعث بها الرئيس المصري أمام القمة، لا سيما فيما يتعلق بمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، عبر التأكيد على أن مصر وشعبها لن يقبلوا أبداً تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي من دول الجوار. قد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين. وبالتزامن مع الزخم الذي شهدته القاهرة لوقف التصعيد في غزة، كان العالم يطالع معبر رفح البري الذي لم يغلق أبوابه على الإطلاق للسماح بعبور الشاحنات المحملة بالمساعدة الإنسانية والطبية لسكان غزة المحاصرين ومرور المصابين الفلسطينيين والحالات الحرجة من الأطفال والنساء. رغم محاولات إسرائيل للحيلولة دون ذلك، حتى وصل بها إلى قصف المعبر من الجانب الفلسطيني إحدى ثمار الدبلوماسية المصرية، كان في 24 من نوفمبر، فبعد نحو 48 يوما من القتل والدمار وجرائم الإبادة والمعاناة التي عاشها سكان غزة جراء العدوان، نجحت الجهود المصرية مع قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى هدنة إنسانية، تلك الهدنة التي دأبت مصر عبر اتصالاتها على مدار الساعة لتمديدها بشكل يومي، بل وتمكنت خلال أيامها 7 من تأمين صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من المحتجزين لدى الفصائل في قطاع غزة. 75 عاماً هي عمر القضية الفلسطينية، تغيرت الظروف والسياسات الخارجية والداخلية والأنظمة، لكن بقيت القضية أولوية حتمية للقيادة السياسية في مصر، أولوية تفرضها اعتبارات الأمن القومي المصري والجوار الجغرافي وروابط التاريخ والدم ووحدة المصير.